محمود مش لازم تجي زعلان كده، مش كويس علشان صحتك. ما هو لو بيتكلم هادي افهمه، صوته عالي قوي هيجنني. ايه ده يا استا محمود؟ نفهمه بالراحه، ماله الشغل ده؟ شوف يا خواجه شجيان، ده الشغل بتاع الجورنال ريبورتاج البنك الاهلي. بص شوف شوف الصوره مشخصه ازاي. اعمل معروف، وطي صوتك. لا لا يا محمد، انا مش مصدق نفسي، دي غلطه انت تغلطها. أنا طول عمري أقول إن صوابعك ذهب، ألماظ. الكلام ده ما ينفعنيش، ما ينفعنيش، أنت ما تنفعش. بقول لك وطي صوتك. وإن ما قصرتش وطي صوتك. هتعمل إيه يعني؟ أظن بعد كده يا خواجة الواد ده لازم ياخد حساب ويمشي دلوقتي. الله محمد، انت ايه اللي رجعت من الورشه بدري كده؟ والنبي يا بدران سيبني في حالي. انت دايما معكر دمك كده. الله، ايه اللي حصل؟ لازم اتخانق مع اللصه محمود. صفيه زعلت معاه تاني يا محمد. انا تعبت من قلبه الاسود، من وشه العكر، من صوته العالي، صوته بيخرق طبله ودني. والنبي عمتي امينه كان قلبها حاسس، قالت لي محمد مش هيعمر كتير في الشغلات دي. هتعمل ايه دلوقتي يا محمد؟ اروح انام. ده ابوك هيزعل لما هيعرف انك سبت الشغل. سيبه دلوقتي يا بدران، ما تكترش عليه في الكلام. روح نام واستريح، وكل عقده وليها حلال. عصبي قوي محمد ده يا صفيه. نام معلش، بكره يهدى وبص حواليه كويس، ساعتها يحس باللي مش حاسس بيهم. بكره الدنيا تروق يا صفيه. شفا يا حاج. كتر خيرك يا ست امينه،
والله جمايلك مخلياني بقول الجار الطيب احسن من الاهل. اهلا بيك يا محمد. يا ابني محمد مالك يا ابني؟ مفيش حاجه. انت رجعت بدري بدري قوي عن ميعاد الورش. تعبان يابا، الصداع بيضرب في نافوخي. سلامتك يا ابني. ريحني يا محمد، طمن قلبي يا ابني. انت سامع انها صوتها عالي ازاي؟ الحاره كلها بتصرخ بتزعق بتدق بتدق يا رب. مش قادر مش قادر استحمل. ما قلت لك يا محمد روح المستوصف يشوف لك شوف. يابا سيبني دلوقتي اعمل معروف، مش طايق اسمع ولا كلمه، مش رايح المستوصف ومش راجع الورشة كمان. سيبني بقى انت راخر. انا راخر؟ بترشخط فيا يا محمد؟ فيا انا؟ ده انا شقيت لحد ما ربيتك وكبرتك وشغلتك 47 سنة عمال انقر في الفضه لحد عينيا ما اتعامت علشان اعمل منك بني ادم، تيجي انت ترفص النعمه برجليك وفي الاخر تعلي صوتك عليا. متزعقش متزعقش. اسمع بقولك، انا ما طلبتش منك انك تشعشني، ما طلبتش منك حتى انك تخلفني، انت اللي جبتني للدنيا، الالم للعذاب للصداع. انت مالكش فضل عليا، انت المسؤول، انت سامع؟ انت مسؤول. لا حول ولا قوة الا بالله. Yeah.
عن حبي نشكي النار لربي واصبر فؤادي واحفظ له ودادي وان شفتم خصيبني اعمل كل حيلة ليالي ليالي يطلع لم يبالي عالبستان ينور فيهم ليا ليلة. كفاية يا محمد اخوي، ده انت زودتها قوي. ولا يهمك يا ابراهيم. ايوه جاي. ازاي بس؟ ده انت فرقت نص المكافأة بتاعتك. وماله؟ لكن انا جدع، انا ضربت الورشة وضربت الوسطى محمود وضربت بيت ابويا كمان. وهتعمل ايه امال؟ هشتغل ضروري، هلاقي شغلي. ولا يعني مفيش غير ورشة الخواجة شلجيان؟ ولا نكدع؟ فشل، ده انت عليك صوابع بالافية تستاهل السلامة. طب ده الخواجة كان دايما يقول انك تقدر تعمل فلوس زي اللي طالعة من البنك الاهلي. تمام. تعرف يا ابراهيم اخويا، انا اقدر اعمل ورق بنك نوت اجعل الصراف يحتار فيه. وطي صوتك، انت سكرت ولا ايه؟ ولا يهمك. بيمسي على الورد والورد بيمسي على النرجس. لا يا حبيبي، النرجس هنا، انا النرجس. اهلا وسهلا. اهلا. ثلاثة كليات نرجس، ولا اقول لك هات ربع مقفول خلينا نفرقع ونصهلك. واد يا حمص، هات نص مقفول يا واد. هنا كنت بتشارع عند واحد ارماني. ايوه وسبته. خلاص يا اخي، فنجر بقى وفرقع وصهر. صحتك يا اخ. صحتك، دنيتنا دي عايزين نعرف ياكلها وهي والعه. يا ناس، خمسه هدوء هدوء. عايز افكر، عايز الحق المطلوب. كلمني يا معلم. بحسبك حسني راجل كسيل فهلاوي تاجر. تاجر ايه ولا مؤاخذه؟ مما جميعه، ابيع واشتري واكسب فلوس. انما اقول لي، انا سمعت طرطيش كلام كده عن حكايه البنك نوت. بنك نوت؟ اه. اصل انا دايما خواجه كان بيقول لي ان انا احسن واحد يقدر يصور الورقه معاشره. طب حكايه حلوه قوي، سايبها ليه؟ حد يكره فلوس؟ ده انا اتحزم ارقص بيها، اخش وراها الجحيم. الفلوس حلاوتها انك تجيبها من تحت تقاطيع الارض وتصرفها فوق تقاطيع الارض. هو الواحد ما يعرفش يفكر في المحل ده؟ ما يعرفش. النبي فكر بعيد عننا يا عم. قول لي، احنا كنا بنقول ايه بقى؟ اقعد اقعد. عامله في نفسك ده؟ اسمع، تحيا الحرية. انت سكران وانا زعلان منك. انا بدران محدش فاهمني ابدا. انا هادي، انا كويس كويس، بس الدنيا ايدها جامدة. انا تعبت يا بدران يا اخويا، تعبت قوي. ما شفت الشباك اللي اترزح في وشك؟ شفته. مكان مفتوح لك. عارف يا بدران، عارف. فوق يا محمد، فوق لروحك واللي بيحبوك. اللي بيحبوني واحبهم، مش عايز اتعبهم معايا.
صفية يا محمد. صفية. اسكت يا بدران. اسكت. صفية رايداك يا محمد. اعمل معروف، سيبني في حالي وخلي صفية في حالها. يمكن يجي لها اللي تستاهله. في ايه عندي اقدمه لصفية؟ الدنيا تعباني ومتوهاني. انت فاهم حاجة؟ اقعد يا شيخ اقعد. اقعد دقلك مصمعين في الصرم القديمة اللي واكل عمرك. واحد اثنين واحد اثنين واحد. بلاش بلاش ما تزعلش. يا ولداها صفية. الواد محمد صوابعه شاطرة، لو كان بإيدي أقول له بصرة. الله، أنت حكايتك إيه الليلة دي؟ محمد 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 محمد، ده إيه اللي رجع لي جهدك في دماغك ده؟ أما يا كوثر حكاية تدي الولد وإعلي من سقف الخمارة، إنما ولد. قلت لأ أنت. أبدا. الواد محمد صوابعه شاطرة، لو كان بإيدي أقول له بصرة. مالها صواب؟ الواد ده لو معانا نفتح بنك خصوص نلعب بالفلوس لعب. إزاي يا حسن؟ يقدر يعمل فلوس زي ما هو عايز. فلوس؟ فلوس. فلوس فلوس. بنك نوت. بنك نوت. يمكن كلام سكار. ابدا ده كلام جد. هو فين ده؟ معرفش. بقى سيبته يفلت من ايدك يا فالح. اللي حصل بقى ده اسمه كلام برضو يا حسني؟ هو اللي زي ده برضو ينساب. معلش، من بكره هدور عليه واسحبه من جحره. تقب بتغطس تطلع لنا بيه. هنجيبه وهنهيئه وهسيبهولك يا كيكي توضبيه. الواد محمد صوابعه شاطرة، بكرة يا كوثر نقول له بصرة. الواد محمد صوابعه شاطرة، بكرة يا كوثر نقول له بصرة. الواد محمد. أنا منتظر بقالي ساعتين ولا ظهرش. ما تعرفيش عنوانه فين؟ يوه بقولك معرفوش، ده زبون جديد ما جاش إلا مرة واحدة قبل ليلة امبارح. يا ناس يا ناس، عايز أفكر أفكر. فكر يا أخويا، وأنا كمان هفكر. هوصله لو لفيتها من مصر الجديدة الحلوان شق شق. هطلعه هطلعه زي الحاوي ما يطلع الحنش من جوه. والنبي عايز أفكر. فكر يا أخويا فكر. يا سيدي يا حبيبي افهمني بقى، بقول لك رفدناه مسحناه مسح من الورد خلاص، ما عادش فيه هنا حاجه اسمها محمد سلامه. طيب وعنوان بيته؟ ما عرفوش. ازاي؟ مش لهم لف عندكم؟ لا يا اخي. شوف يا فندم، اللي هيدلك على محمد عم السيد بتاع السجاير اللي على الناصيه، يعرفه كويس. الله، ده هو اللي هتلاقي عنده عنوانه في باب الخال. شك يا اسطى. العفو. شك افادك الله. وحضرتك عايزه ليه ولا مؤاخذة؟ صاحبي حبيبي وعندي له شغل أحسن ألف مرة من مية النار والزنك والقرف ده كله. الحمد لله، ده جدع أمير ويستاهل كل خير. وحياتك هيبقى حاجة تانية، هيبقى محمد بيه. بكرة تشوف بنفسك. شوف يا بيه، أنا دايما أقول كده، ابن الحلال مهما الدنيا زنقت عليه مصيره يركب ويدلدل رجليه. فين بقى البيت بالظبط؟ باب الخال. بيت ابوه الحاج سلامه اللي بينقش الصواني اللي بيشتروها السواح، والحاره على اسم الراجل. هو متجوز الحاج سلامه؟ محمد لا لسه فرداني، وهناك الف من يدلك على حاره الحاج سلامه. سلامه بخير ان شاء الله. Thank you.
يا صباح الانوار الكاشفه، الليل وكان محبه، نصبح نقول لبعض يا صباح الخير. بيه انا فين؟ في عينينا، في بيتك ومطرحك. دلوقتي كوثر تنزل توضبها لك تخليها لك جنه. دكانه الخردوات بتاعتنا على الناصيه، وانا وكوثر شقتنا فوق. كوثر؟ كوثر مراتي دلوقتي بتوفى. الله، انت نسيت الكلام اللي اتفقنا عليه بالليل ولا ايه؟ اتفقنا؟ الله. لا انا مش مستريح اللي اتفقنا عليه بالليل. يا راجل ارشيل المكافاه يوم والتاني ويخلص، وهتعمل ايه بعد كده؟ اقول لك، مش انا اللي هخلص الاتفاق معاه. هو حماده صحي؟ تعالي فيكي، حماده مزاجه مش رايق، محدش هيعرف يروقه له غيرك. صباح الخير يا سي محمد. شوف يا حماده، الدكان لوحده، انا هسيبكم تفطروا مع بعض وتقروا الفاتحه، وعلى اخر النهار نكون رسمنا وهندسنا كده عشان نصبح الصبح نجيب المكبس والعده ونفتتح عصر المئات والالوفات. ايه بركه فيك يا كيكي، انا راح الدكان. لما هتدوق اكلي مره هتعشقه، والغدا عندي فوق في الشقه نمره 14، عليها يافطه نحاس قد كده، حسني خلف الله. كله وبص صوابعك، ولا ما تعرفش؟ صباح الخير. صباح الخير يابا. ده انا جاي اتاسف لك يابا. رجعت الورشه يا محمد؟ لا لا. امال هترجع امتى؟ انا مبقتش استحمل ريحه ميه النار، ولقيت شغله تانية. فين؟ في المنصوره. في المنصوره؟ هتشتغل ايه في المنصوره؟ في الخردوات. خردوات؟ ايوه يابا، انت حالة عينيك مش عجباني. خد دول. ايه ده؟ خد اعمل لك نظارة جديدة. خد. روح يا ابني، اله يجعل لك في كل خطوة سلامة ومكسب. طيب يا محمد، نبقى نتكلم بعدين يعني. روح روح انت دلوقتي يا محمد. لسه فاضل كلام يتقال. المعلم بتاعه راح عاش قدامي، زله زي الوسط محمود ما كان بيرعشني ويزلني. لا لا، النتيجة في كلمة واحدة. بصي شوفي بنفسك. شفتي؟ عمرك شفت الجمال ده؟ يا سلام، ولا أحلى البنات تهز القلب زيها. عارفة دي مين؟ دي اللي بتسأل إذا جت وتشقي إن غابت. دي اللي مخليها ناس مناخرها في السماء وناس تركع في الأرض. دي اللي بتنعش القلب وتقوم الحرب وتهد الجبال. دي اللي عليها الخناقه من عهد ادم. حلاوتك يا حماده، عليك صوابع تستاهل بوسه. تعرف انا هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد اول قطفه وانزل بيها الشارع، هفسحها. بنفسك؟ طبعا بنفسي، انا بنفسي اللي همتحن صنعه ايديا. رايد الهرم. ايه
اديني الاخبار لو سمحت. الجمهورية من فضلك. عصير قصب من فضلك. سميت الله حلو قوي. العقد هينطق عليك يا جميل. اللهم صل على النبي. يا حسني هدفع لك تمن الحاجات دي كلها ازاي؟ مناديل احمر شفايف بلوزات برفان وعقود. حساب يجمع ما تحمليش هم. انت بتصبر كده على كل البنات اللي بيشتروا منك؟ كلهم اتجمعوا في واحده بس اسمها زيزي. اوعى ايدك كده. الله انت عايز تاخد اسم معدم ولا ايه؟ مساء الخير. مساء الفل يا محمد. اهلا وسهلا. يا حسني استأذن انا. لا ابدا زمان يا محمد ولا هحصلك. محمد بتاعك ده ما بينزليش من زور. ادي يا جابر. يا جابر بتنادي عليا يا سي حسني؟ هات حاجه ساعه للمدام. حاضر من عيني. خمسه جميل وراجع لك على طول. خد بالك من محل. تسلم ايدك. قعد انت بقى. انا تعبان. رجلي تعبتني. الصباح هيجنني. طوالي خد لك حاجة من عندي تقطع لك دبله. اسمع الكلام. هتقول لي بقى انا مستوصف ولا دكتور؟ واستطعم كده وخف وصهل الويجري. خد. تابع ولا ضبط؟ كفه فيها ذهب وكفه فيها محمد. بص شوفي انه العطب هو ده اللي اغلى من الذهب. مش قلت لك؟
تخلي بقى الفكة للدكان وتدي محمد نصيبه فلوس صحيحة. اللهم زيد وبارك يا رب. لسه مبتدين ما بقلناش كم جمعة والتوزيع ماشي على وده. بس أنا ليه عندك طلب صغير يا محمد؟ طب بس وطي صوتك يا حسني. احنا كنا قلنا كلام كده على الماشي انك انت تاخد النص وانا وكوثر كل واحد الربع، وانا ما انكسبش من كلمة الحق، نخليها بقى متالتة كده يبقى اخر عدل. هو حمادة يهمه نص ولا تلت؟ هو منجم التالت يهمه كل من فات وملا ايده من ترابه؟ ده حمادة والاجر على الله. صداع دماغي. خد اللي تاخده يا حسني وبعدين نتكلم. حلاوتك يا حمادة عليك ايدين تأكل الشهد، غيرش انت اللي كسلان وقليل الهمة. عايز انزل. طبعا تعبان، ما هو لو شغل كبير ما احتاجش منك التعب ده كله. نام واشبع نوم عشان عزمك الليلة على قرانب. اوعى بقى تيجي وتنام على العشاء زي عوايدك. ان مصحتك على الدنيا يا حمادة مبقاش كوثر. بعد العشاء على طول تشطب يا صفية، هبعت محروس يقفل معاك الدكان ويوصلك لحد البيت. هو انا لسه عيلة صغيرة يابا، ما تخافش روح انت مع السلامة. الله يسلمك. خمسة بالمونت يا جميل. حاضر. الجميل ماله مكشر كده ليه واحنا في عرض ضحكة من سنته؟ تفضل سجايرك وفكتك. تسلم ايديك يا سيدي الحلوين. محمد كنت فين يا محمد؟ كنت في المنصورة. المهم ازيك يا صفية وازاي يا عم سيد؟ بخير والحمد لله. اديني علبة كبيرة مقفولة بحالها. خلاص بقى يا صفية ايام الفرط راحت. فرجت الحمد لله. ده احنا انشغلنا عليك قوي. واشتغلت في ايه بقى؟ اشتغلت في الخردوات. فين يعني؟ باب اللوق وساعات في المنصورة. ومن هنا ورايح مش هشتري منك الا علب كبيره. يا اخي دهدة رجلك كانت بتدب الناحيه دي عشان الورشه كانت قريبه، انما دلوقتي ايه اللي هيجيبك من باب اللوق لحد هنا؟ اجي عشان اسال على عم سيد بس واخد العلبه المقفوله وافوت على الورشه اعزم على زمايلي واغيظ وسط محمود. والنبي حقك تعملها. امال انا جاي ليه؟ يعني مش جاي لصفيه؟ كلكم وحشين. مين يعني؟ ابويا وعمتك أمينة وأبوك وإنت يا صفية. أنا كمان؟ طبعا. أنا قلت محمد نسينا خلاص. وده معقول يا صفية؟ أنا لما أرجع البيت بعد العشاء هفوت على عم الحاج سلامة وأقوله إنك جاي تتعشى معاه والحلو عليا. أنا هعمل لك لقمة القضي اللي بتحبها ولا نسيتها؟ انت مش بتقول مسافر المنصورة الصبح؟ ايوه. خلاص خليك بات معانا هنا الليلة. امال ايه يا حاج؟ يعني حيبات فين؟ هو ليه غير بيت ابوك؟ امركم الحمد لله. استنى اما تحل بقى. لقمة الارض اللقمة بتاع زمان. الله تسلم ايديك يا صفية وديني ما حد يقدر يعملها حلوه كده غيرك. اصبح لك من؟ صفية طول عمرها عمايلها حلو. يا بخت اللي ياكل لقمه من ايدها ويحمد ربه. امال دي ست البنات الغاليه. كفايه مضحك البنت الغرور يركبها. صفية ودي فوطه لمحمد على الحوض. من عيني يا عمتي. يا كوثر اهدي شوية، يمكن نفسه وقفته على سينما على كاسين عند نرجس. لا يكون اتقفش يا شيخة. فال الله ولا فالك.
والنبي يا حسني لو تطوعني اقوم اكسر المكبس والعده كلها، لو اتمسك هياخدنا في رجليه، انا عيني من الصبح بترف. بعدين بقى اقول لك انا هشوفه عند نرجس. من يوم ما ابتدى يطبع ما عطبش خمرتها، كسو دلوقتي من ايدي انا. طب انا هروح له عند نرجس، وان ما لقيتوش انا عارف بيت ابوبا بالخل، انا مش جبته لك من هناك الاول؟ هجيبه لك تاني. اهدي اهدي يا كوثر، انا نازل اجيب لك محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضل يا ابني. معلش يا عمي، أنا جيت أبلغ محمد إن الراجل تاجر الجملة مستعجل على البضاعة، لازم يسافر المنصورة الليلة، ما نستناش للصبح، واللوري جاهز. ما يصحش كده يا ابني، اتفضل اشرب الشاي معانا على بال محمد ما يجهز نفسه للسفر. مرة تانية يا عم. معلش يا محمد، أكل العيش عايز كده. هو ده شريكك؟ أيوه أنا شريكه. طيب أنا مستنيك بره يا محمد. على اذنكم. مع السلامة يا ابني. هو البضاعة لما توصل المنصورة بالنهار مش أحسن من المشي بالليل؟ لا مؤاخذة يا محمد يا ابني، قلبي بيحس من صوت البني آدم إذا كان طيب أو رضي، وصوت صاحبك مش مستريح له أبدا. مش فاهمة انت خايف ليه؟ يكلفك ايه انك تترقى من العشرة ساغ للعشرة جنيه؟ يكلفني ايه؟ راحة البال. ودلوقتي اللي بالك مستريح؟ عايزة تعرف انا خايف من الشغل الكبير ليه؟ عشان الناس ما بتدققش في الورقة ام عشرة ساغ. عمرك شفت حد بيدقق في لون حبرها او نوع ورقها؟ الخطر واحد وحياتي، يبقى نخليها حاجة تستاهل احسن، خطة واحدة ونخلص. أنا مش عايز أخسر حريتي. نفسي صباعي يتف، وأعرف أنام من غير أحلام وكوابيس. أنا عايز أعيش، بس أكون حرة نفسي. الكلام ده كان من الأول يا سي حمادة. لكن أنا بعد ما مشيت خطوة، عايز أقف أفكر. حاجة في نفسي جوه مش مستريحة. من يوم ما حطينا رجلنا سوا في الشغلة دي، ما بقيناش أحرار يا محمد، إحنا عبيد المكبس. لكن أنا لحد دلوقتي نص عبد، أقدر أنزل أكسر المكبس وأدوسه وأمشي في الشارع على كيفي، ولا حد له عندي حاجة. محمد، أنا مش فاهمة أنت خايف من إيه؟ يكلفك ايه انك تترقى من العشرة ساغ للعشرة جنيه؟ لازم تخش على الشغل الكبير، الورق الكبير، العز الكبير، المال، المال يا محمد. خش على الشغل الكبير وجمد قلبك، ده انت عليك صوابع تتلف في حرير. أنا قلت الواد ده ما ينفعش، لازم ياخد مكافأته ويفارقنا. ما ينفعش ما ينفعش. Thank you.
طلعت نميلك شويه. حد يقدر ينام في جهنم دي؟ انا عارفه ازاي انت طايق تشتغل. انا عايز اخلص. تعرف يا حماده، بعد سنه واحده لو شديت حيلك والتوزيع مشي كويس نحط فلوسنا على بعض ونعمل مشروع كبير وتضحك لنا الدنيا. مشروع كبير؟ انا بفكر اشتري السنه الجايه لوكاندا في اسكندريه، بلدنا بلد امي، واعملك مدير قد الدنيا. وحسني؟ انت عليك عفريت اسمه حسني ولا ايه؟ حسني ما بقاش بتاعي يا محمد، حسني دلوقتي بتاع زيزي. اعملي معروف سيبيني اشتغل. يوم انت بتكرهني ليه يا محمد؟ انا ما بكرهكيش، ما بكرهش حد ابدا. الشخص الوحيد اللي بكرهه هو نفسي. هو بتكره نفسك ليه بقى؟ في حاجه في نفسي مش عاجبها اللي بعمله. عايش في كابوس، كابوس بيعذبني ليل ونهار. لا يا حماده، اشتغل يا جميل، اشتغل. وهتيجي ليله نعمل فيها حفله كبيره ونسكر انا وانت ونكسر المكبس والعده كلها، وايدي في ايدك وعلى بلد امي، هنغنغه وهنا العمر ومعانا مهرنا. انت عايزه كام؟ 6000 باقي ثمن اللوكاندا، و 4000 تجديد واعلانات، قول 10000. والله المهر ده كتير على كوثر اللي شايلك جوه قلبها. ما عندكيش فكره انا قد ايه عايز اخلص. اطلعي انت استريحي وسيبيني اكمل شغلي. خايف من ايه؟ حسني مش هيرجع من عند صاحبته الا وش الصبح. هو حسني ده يخوف؟ امال خايف من مين؟ البت اللونه اللي قابلت حسني عند ابوك؟ تطلع مين دي؟ دي بنت عم سيد. والنبي ايه؟ وبعدين معاكي؟ عايزين يجوزوها لك؟ لا. بتحبها؟ أنا وهي متربيين مع بعض. اسمها إيه؟ ما تنطق اسم حمد، ولا خايف على اسمها الكريم يجي على لساني؟ أنا ما بخافش من حاجة، ما بخافش من حد أبدا، خايف من نفسي بس. اتفضل. صباح الخير. اهلا وسهلا، اتفضلي. كوثر الجدع بقاله شهرين بيحزن في الورقه الكبيره وما شفناش نتيجه. ما تروحي تنفخي في صورته وخليه يخلصنا. بس كده؟ حاضر من عينيا. كنت زمان بتحسس عليا قبل ما توزعني، لكن معلش. أنا رايحة أقضي كم مشوار وراجعة. إيه اللي بتدهوله ده؟ أنت عايز كوثر تغرس ضوافرها في لحمي؟ اسمعي يا حلوة، أنا ما عملتش حاجة لما أكون عامل حسابها، وما أقولش كلمة لما أكون عارف هي رايحة فين وهتوصل لإيه. سيبيني أرسم. أرسم يا أخويا أرسم. بس أنت مش خايف عليها من أبو دم يلطش ده؟ محمد. كوثر دي تعجبك؟ اللي خلصوا انا في يوم خلصوا هي في دقيقة. المال يا محمد هو اللي يشفي صداعك ويصلب طولك ويعلي مقامك. وزي فين الفلوس حلاوتها
انك تجيبها من تحت تقطيع الارض وتصرفها فوق تقطيع الارض. مزيفين مخصوم منك تلات ايام، فاهم؟ فاهم؟ مزيفين طول عمري اقول انت احسن واحد تزور فلوس في البلد. مزيفين كلكم مزيفين. مزيفين يا مصدي مالك يا محمد؟ جرالك ايه؟ سلامة عقلك؟ مزيفين الكل مزيفين. يا لهوي قطعت اللي عملته. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. والنبي يا ماما هذاكر عندي إلهام صاحبتي. لا مش هتأخر، أصل ورايا مذاكرة كتير لازم أخلصها. مزيفة باي باي. باي باي. هذه كمان مزيفة. يعني حسني اتأخر. وريني يا مجدع. بص شوف حماد عمل ايه. قالوا بيقولوا زمن المعجزات ولا. خد يا ابني خد خد يا ابني احسن عنبر روق مزاجك الحلو. بلاش لحسن اتعود على الحاجات دي. خد يا سيدي. والنبي لابس لك صوابعك الحلوين دول. يا سلام يا سلام لو الصوابع بتتكلم. لما قطعت الدفعة اللي فاتت كنت هتمزعيني بضوافرك، ولما استسلمت تاني بوست ايديا كرهتيني وانا حر وبوستي صوابعي وانا عبد المكبس. حاجة يا ابني تخم اجعصها بند. مش قلتلك يا حمادة انك قادر وفاجر؟ طب مش نعمل لها امتحان الاول؟ البضاعة دي انا هوزعها بنفسي في اسكندرية. وبالمرة تشوف مدام سابونجي لسه عايزة تبيع اللوكاندا ولا غيرت رأيها؟ بس لازم نجربها في نفسنا الأول. ها؟ قصدك يا محمد؟ دول 20 ورقة. فيهم ورقة واحدة بس من شغل البنك، والباقي من صنعنا. ورقة واحدة بس حقيقية. تقدروا تطلعوها لي؟ مستحيل. الورق ده ما يسواش حاجة ولازم يتحرق. ما يسواش حاجة يا مصدي يتحرق. بصوا بص يا حسني، بص يا كوثر، بص عند الرقم، شوف لون الحبر. اكتشفت الغلطة؟ والله ما يلحظها اعظم خبير في الدنيا. يا سلام يا اخويا يا محمد انت راخر والنبي رعشتنا على الفاضي. لا يا جماعه، من حسن الحظ اني اتنبهت للغلطه دي. يمكن بركه دعوه قديمه من دعوات الغلبان ابويا. ادي الورقه الحقيقيه. يا لهوي، يعني هنضيع شهر كمان. لازم اعيد الشغل من الاول. ولعي لك سيجاره ولا لازم يتحرق. يتحرق؟ لا يمكن. فاهمها يا حسن؟ فاهمها ان ورقه واحده ممكن تضيعنا كلنا؟ ايوه يا كوثر، الورقه ده يودينا في داهيه. لازم يتحرق قدامنا احنا الثلاثه. هات
يا عم الحاج. اهلا اهلا بستي البنات الغاليه. اصلي كنت بقرا الفاتحه لسيدنا الحسين، قلت افوت اشوف عم الحاج. اهلا يا بنتي اتفضلي. لا اصل ابويا بيزهق من قعده الدكان لوحده، بيتهيأ له ان كل قرش بياخده من ايد الزبون مغشوش وفلس، بيقول ان الناس كلها بقت وحشه. ابدا يا بنتي، الناس حلوه قوي، بس لما بيبقى في قفص الفاكهه واحده بس معطبه بتاذي الكل، انما الناس حلوه وانت حلوه. انت فاكره اني مصدق انك جايه لحد الحسين عشان بس تقري الفاتحه؟ يا ريت اللي بتحبيه يا صفيه يستاهل حبك، يا ريتو يا ريتو يستاهل حب انا كمان. الغايب حجته معايا يا عم الحاج. انا قلبي بيقول لي ان محمد يوم ما هيرجع هيرجع تايب وعازب، وبيقول يا صفيه. ليه؟ يا كوثر يا علي، هنسيب حالنا احنا الاثنين في مصر؟ اجي معاك اسكندريه يا كوثر. هو انا رايح العب؟ رايح اقابل ناس زي الوحوش، انت فاهم ان توزيع الكميه الكبيره دي هيتم بالسهل. ما انا كمان عايزه اقابل مدام صابون، عايزه اشوف حكايه اللوكاند، لحد دلوقتي مانيش عارفه اذا كانت ناويه تبيع صحيح ولا لا. ومحمد هنسيبه لوحده؟ مش تخليك انت معاه وتفتحي له؟ طب يا حسني وحتغيب؟ ليلتين اتنين مفيش غيره، اقابل الوحش واخلص الشغل معاه وتلاقيني عندك. عرفين يعني. طيب ما تنساش تبقى تشملي معاك شوية هوا على الكورنيش. اهلا اهلا. سلام. اهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عايزين اوضة بسريرين على البحر. حاضر، تحت امرك. طب يا سيدي. سعاد، اوضة 25. اسماعيل، انت على مكاني في التليفون. حاضر. الو، الوحش موجود؟ ايه رايك؟ مدهش. مش قلت لك؟ ايه الالف بكام؟ 350. دي بضاعه لو جابولها العفاريت ما يفقسوهاش. 350. دي ب 350؟ دي بروزوها يا وحش. 350. ده انت مش وحش، ده انت بلوه مسيحه. عندك كتير؟ 10,000 دفعة أول. تسليم إمتى؟ أسبوعين. كويس؟ اتفقنا. الله، مالك يا حلوة كفالة الشر؟ أنا مش مبسوطة، حاسة إني متعلقة من إيديا ورجلي. بقى لما قربت تروق وتحلو وليلها تقشطتها يبوزوا الحلوين. عايز ارسيلي على بر يا حسني. البر قريب والريح هادي والنسمة حلوة النحيان. لا يا حسني، مراتك لحد النهاردة اسمها كيكي مش زيزي. كل ما اكلمك تقولي سيبيني ارسم سيبيني ارسم. هتفضل ترسم لحد امتى؟ لحد ما نوزع البومبة الكبيرة اللي بيجهزها بسلامته سي محمد، ساعتها نعبي فلوسنا وشنطتنا ونفرد قلوعنا من غير قربان.
يعني صحيح هتتجوزني يا حسني؟ طبعا يا ست الكل، وهفرش لك شقة معتبرة، كل عفشها جديد في جديد. كلمة شرف يا بنت، وانا عايش في الدنيا دي بكلمة الشرف. زي تمام او كده بصرة. يا كده الحق الدنيا تضحك. وانا وانت واللوكانطة والمكسب، مفيش حسني ولا زيزي، مفيش المكبس ولا الخوف، انا وانت وبلد امي. ايوه محمد. خايفة منه، حسني غدار، انت ما تعرفوش زي، انا شربته من صغري، انا خايفة عليه، انا وانت يا محمد، لو جرى له حاجة هنروح في رجليه. لا من الناحية، طمني قلبك، الورق اللي معاه يخش البنك ويطلع يضربوا له سلام. بالله يا حاج، هو يعني هيروح فين؟ قلبي مش مطمن يا ست أمينة، حاسس إن الولد في ضيقة. هو مش قال لنا إنه بيروح المنصورة؟ يمكن ينشغل هناك، نسيله يظهر. ده محمد كويس وابن حلال. يعني لو كان سمع كلام من الأول وفضل في الورشة مش كان أحسن؟ بتوع الخردوات في باب اللوق، محدش منهم شافه ولا يعرفه. أنا مش مطمن. بكرة تقول الحاج سلامة كان قلبه حاسس وعارف. أنا قلبي ما يكذبش عليا أبدا. الغيبة الطويلة دي مش هترسي على خير. أقول لك حاجة يا عم الحاج. قولي يا بنت. محمد بعد ما ساب الورشة بيروح ساعات يسهر في وسط البلد. في وسط البلد؟ مين اللي قالك كده؟ بدران الجزمجي. فين يعني يا بنتي؟ في محل شرب. الشر بره وبعيد. محمد يعمل كده؟ اندهي لي يا صفية على بدران من الشباك. قولي للحاج عاوزك في كلمه. ما انا سالته يا عم الحاج وعرفت المحل اللي بتقولي عليه. ايوه، عند واحده اسمها نرجس. We'll be right back.
عكس اننا ويفوت ما يستاهل عننا دايما في حال الوان زمان الوان زمان شايل جلال على شبكني والله بنظرته دايما في حاله الواد دانو سايق دلاله عليا الواد دانو الواد دانو سايق دلاله عليا الواد دانو الواد دانو مالو الواد دانو مالو الواد دانو مالو سايق دلاله عليا اهلا وسهلا اتفضلوا. لا احنا مش جايين نشرب ولا مؤاخذه. امال ايه اللي حدفكوا على هنا؟ احنا جايين نسال على واحد اسمه محمد سلامه. سلامتك، هو العقل دفتر؟ ما تعرفيش هو راح فين؟ ما كانش يتعز. ده بيشتغل في الخردوات بتاع بابلوك. يمينك سو شمالك سو على باب اللوح استنى حبيبي. الله صوته وحش يا ست. هو جدع ربع تلتين كده وله صاحب ملازمه أصلع شوية، كان جالنا مرة في البيت وعلى قد ما أنا فاكر اسمه حسني. حسني ينيله، ده احنا بقالنا مدة ما بنشوفهوش. والنبي يا والدي إن شفته تسلم عليه وتسأله على بيعة الكونياك اللي قال لي عليه وتقول له النرجس بيسلم على الفوق. اقول له يا ست بس نوصل نلاقيه فين؟ في دكانه. تحب اوصفه لك؟ انا في عرضي. محمد سلامه بطل شغل معانا بقاله مدة. والنبي عن المعروف اجيبه لك منين بس؟ النبي تشوفه لي على يا فتاح يا علي. اتفضل يا ابني اتفضل. النبي يا شيخ اتفضل يا اخويا بس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قول لي يا عم، ما تعرفش واحد بيشتغل في المحل اللي جنبكم اسمه محمد؟ محمد؟ محمد سلامة. ايوه هيشتغل هنا وساكن هنا كمان. في البيت ده؟ ايوه في البدرون، ولسه توه خارج دلوقتي. كتر خيرك. عملك شيء؟ لا. مين اللي قالك العنوان يا صفية؟ ما كنتش عايزني اعرفه. مين يعني؟ سألنا كتير لغاية ما دلنا ابن الحلال. ايوه مين يا صفية؟ بواب العمارة بعد ما دخل. احنا بنسأل وانت ما بتسألش. ملخوم، بسافر كتير. اصل اللي بيغير صنعته لازم يشقى على ما يترستر في الشغلة الجديدة. ازاي ابويا يا صفية؟ تعبان وحزين. وازاي عم سيد؟ بيدايلك، كلنا بندايلك. مش عارف اقولك ايه يا صفية. قولي الحقيقة. انا ما كنتش عايزك تيجي هنا. بتتصرف
تقصدني. لا يا صفية مش قصدي، قصدي ساعات الكلام بيبقى صعب، صعب قوي. ما كنتش عايزك تيجي هنا عشان انت غالية عندي قوي، اغلى من كل اللي انا فيه. انت مستني حد ولا ايه؟ لا ابدا، جايز البواب. عمادة انت بتشتغل يا عمادة؟ دي ست صاحبة البيت. ليه هو انت ما دفعتش الايجار؟ لا ابدا، بس صفية بنت عمي، ست كوثر صاحبة البيت. اهلا وسهلا. يعني ما قلتليش ان لك بنت عم حلوة كده؟ ما جاتش مناسبة. طيب هسيبك بقى تاكل عيش وملح مع بنت عمك. لا مؤاخذة يا صفصة، حاجة بسيطة مش قد المقام. اتلميت عليها فين دي؟ هي مين؟ الأوضة يعني. رخيصة وبنت ناس، وصاحبة البيت ست طيبة وبتخدمني. هل أحسن من كده فين؟ محمد. نعم يا صفية. أنت بتصديني ليه؟ عشان أنا حياتي الجديدة مش بتاعتك. مانيش من مقامها؟ لا، ما هيش من توبك يا صفية. هي حياتك الجديدة فيها حاجة تنكسف تقولي عليها؟ مقدرش أقولك دلوقتي أكتر من كده. أمال تقولي مين؟ لصاحبة البيت؟ صفية، صفية أنت طول عمرك قلبك كبير، إديني فرصة. شوف يا محمد، ما تحاولش تفهمني غير اللي قلبي حاسس بيه. أنت واقع في ورطة. اتكلم يا محمد. صارحني، خدتك لفين الدنيا؟ خدتني لبعيد يا صفية، لبعيد. وشايف انك هتقدر ترجع لوحدك؟ ارجع؟ ارجع لفين؟ لبر الامان. مش عارف، مش قادر يا صفية. امدلك ايدي؟ ولا انت وصلت الحتة ما بقاش ينفعك فيها ايد تتمدلك؟ اتكلم يا محمد. صفية، انا ضروري هقابلك تاني، عندي كلام كتير عايز اقولهولك، كلام خايف لو سمعتيه قلبك يصدني. انت اصلك ما عرفتنيش على حقيقتي، ما بصيتش في عينيا ولو مرة واحدة، كنت بتجري وتنهج وما عندكش وقت تسمع دق قلب صفية. فوتك بعافية يا محمد. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ كل ده علشاني؟ طبعا يا حلو، امال عشان مين؟ يا حبيبي. وايه جبت لي ايه يا عمو؟ جبت لك كل حاجة يا حبيبي. اوفا. ايه رأيك؟ الله، كتر خيرك يا عمو. حلوة؟ حلوة قوي. طب املاها يا حبيبي، املاها. ايه رأيك بقى؟ ربنا يخليك لي يا حبيبي، ولا يحرمنيش منك ابدا. انا تحت امرك، اطلبي اي حاجة في الدنيا تلاقيها تحت رجليك. يا حبيبي، عاوز ايه اكتر من كده؟ شقة جديدة، وعفش جديد في جديد. انت لسه شفتي حاجة؟ أنا بكره هغرقك في العز والنغنغة.
الكفايه اللي شربناه. انا تعبت. الصداع برضو يا حماده هيجنني. انا هضيعهول بس لما نروح. انا قدامي شغل كتير. انا عايزك تخلص النهارده قبل بكره. عايزين نخلص وانت رساوة على بلد امي. ولا انت مش ناوي تيجي معايا اسكندريه؟ نعمل ايه في اسكندريه؟ نشتري اللوكاندا وناكل الشاه. وحسني؟ حسني ياكل بعضه مع زيزي بتاعته. قومي بينا نروح، انا تعبان. بقى هو الاسبرين اللي هيضيع لك الصداع. شوف يا كوثر، انا لسه لغايه دلوقتي ما عرفتش طريقي. لازم الاول استريح مع نفسي قبل ما استريح مع غيري. والنبي ما انا فاهمه حاجه. انا هخلص العمليه الكبيره واكسر المكتب، وكل واحد ياخد اللي يكفيه ويشوف طريقه فين. لا بقى، ده انت شفت لك سكه تانية. سكه تانية؟ سكة باب الخلق يا حمادة. لا تبان عليك سكرتي. اعملي معروف سيبيني، انا ورايا شغل. انا قاري يافطة السكة اللي هتاخدك مني. تحب اقول لك عليها؟ سكة صفية. اوعي إيه تاني مرة تجيب الاسم ده على لسانك، انت فاهمة؟ حاضر. انت تعبت مني؟ خلاص. ما تزعلش بقى. تعالى استريح شوية. ما تبقاش وحش. ايه؟ مالك يا حلوة؟ أبدا. بفكر في حياتي. في الدنيا يا حسني. طلعت فيها لا أهل ولا سند. وأنا؟ رحت فين؟ أنت صحيح نقلتني من الجحر اللي كنت عايشة فيه. لبستني جديد في جديد، مليت لي دلابي بالفساتين. طب وبكره؟ هنرجع للصالة دي تاني. هو تالت يا حسني. ايه اخرة العيشة اللي انا عايشاها؟ هنتجوز. امتى؟ بعد الخبطة الكبيرة بإذن الله. اهو كلام. اشبع بقى. انت بتشبعش ابدا. على المتهم محمد سلامة بالجلد 100 جلدة
والسجن مدى الحياة. شوفي كل ورق نلعب على المكشوف. ارمي ورقه كده. ارمي انت محمد. يعني انا رايي نتنزله على الدكان ونقسم تمنها من نصيب. وسعيده سعيده ولا كاننا نعرف بعض. ايه قلت ايه؟ ما قلناش لسه بنلعب على بعض. انا عايز اجمعك. انا عايز اجمعك. يلا افعل الدكان. الشاف. كنت باب الخل. باب الخل عند ابويا. بفتكرك كنت عند عمك. هو اسمه ايه؟ قصدك ايه؟ ابو الصفية. اسمع ما اقولك، اذا كنت بايع على عشرة خليكي ساكتة لحد ما نخلص عملية القسمة وكل واحد يروح لحاله. اتفقنا؟ يعني حسني اتأخر. لازم عندها بيطمنها، بيقول لها مسافة ما يكبش مناب وهيحصلها. ما انا عارفة ان هو كمان هيروح لحاله وحاله اسمه زيزي. كل واحد فيكوا له حال وحاله له اسم. حصر عليا. وانت هتعملي ايه؟ على بلد امي. اللوكاندا برضو؟ لوحدي؟ افتكر تبقى صعب. امال هتعملي ايه؟ أول ما أوصل بلد أمي هرقد على الفلوس شوية وبعدين أفكر. وأنت هتعمل إيه ده كله يا سي محمد؟ مين؟ مين؟ أنا حسني. خفت؟ قلبك دق قوي؟ شفت الكلبشات بعينيك؟ شفت نفسك بدل باب الخلق على باب طرة؟ طيب اهو كده احب الفيتامينات الكبرى. يا شعشعة يا لعلعة يا شعشعة يا لعلعة. مالك يا ست؟ مالك يا محمد؟ لا يا محمد شعشع يا كيكي. نعنع يا حسني. عد يا حسني. نعم اخويا. بقول لك عد. عيب. لازم تعد. من غير ما عد طول بعض. بسم الله ما شاء الله. الله الله الله. بسم الله. محروسين من العين ومن كل صراف عينه مفتح ومن كل مخبر عايز مكافأة. الكون ده حلو والكون ده حلو والكون ده حلو. والتلاتة لو فوق بعض يبقوا أحلى وأحلى. لكن يموتوا ويحيى العكر. كل واحد كوب.
يا حسن، أنا مش مصدقة عيني. خلاص هنتجوز يا حبيبي. أمال يا دلع يا دلع يا دلع يا بدع يا بدع، الواد محمد صباب شطرة، لو كان بإيدي أقول له بصرة. كلمتين حسني، ما قالكيش على السعر ولا ايه؟ انا صرفه كتير على الشغل، وانا كمان عندي مصاريف. يا باي انت صعب قوي، صدق من سمك وحش. معاك قد ايه؟ كتير. فرجيني كده. سلام يا راجل، خير وطالت. طمني يا ابويا، ازيه؟ تعبان قوي، ده هيفرح اول ما يشوفك. خش خش شوف. محمد اهلا يا ابني. محمد جه يا حاج، والنبي محمد. رجعت يا محمد. رجعت يا ابا. ما تقومي تسلمي على محمد. محمد ده حبيبي، عديلة مراتي يا محمد، عروسة شهرين. مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك يا سمحة. اتفضل يا ابني، حاجة بسيطة من ريحة أهلك وناسك. دوق يا محمد، دي لقمة القاضي بتاعت زمان. مش قلت لك مسيره يرجع لأهله وحبايبه؟ بس أنا مش قاعد معاكوا كتير،
اشوف وشك بخير. محمد انت لحقت؟ رايح فين؟ قول لها يا محمد، قول لها رايح فين. وانت يا صفيه لما يقولك احترم الكلام، قول لها يا محمد. سامحيني يا صفية. هستناك يا محمد.